السلام عليكم. الزول في اللون. رمضان مبارك سعيد ان شاء الله. في هذا رمضان هذا غادي تشوفوا ثلاثه ديال غتشوفوا جوج ديال الادوار ديالي، ولكن واحد الفيلم انا دايره ليه الاخراج سميتو امكوسا، غادي يدوز غدا الثلاث في القناه الامازيغيه. وكنتو شفتوني في واحد تيليفيلم سميتو صراع الحياه، اللي كيصور الحياه ديال واحد المراه مريضه بالكونسير، ارتيست موسيقيه. وكاين فيلم ديال سبع ليالي اللي لعبه فيه مع ساميه ومع سميه اقريو ومع امين ناجي، غادي يدوز في دوزيم. وكاين واحد تيليفيلم، واحد الفيلم الوثائقي، لان انا مشيت كنقرا شويه السينما الوثائقيه، ودابا كنوجد الدكتوره ديالي في المسرح الوثائقي. دونك غادي تشوف واحد الفيلم سميتو صحارى بون امور، كيهضر على العسكر وعلى الصحراء. بالنسبه هضرت لكم على التلفزيون. بالنسبه للاعمال المسرحيه، كاين عندي واحد المسرحيه سميتها ريس كوفيدونس، واحد المسرحيه سميتها حمام العيالات. هاد المسرحيه ديال حمام العيالات غادي نعرضوها. دابا عندنا اون تورني في الدار البيضاء وعندنا مدن اخرى. مجموعه ديال العيالات اللي كيتلاقاو في واحد الحمام، وكتعرفوا الحمام شكون اللي كيكون فيه يعني. دونك من غير الطيابات، العيالات اللي كيجيو للحمام يعني واحد انا مخرجه، ولكن مره كنلعب لعبه، ولكن بغيت الجمهور يجي يكتشف، لان لاعبين مسرح في وسط المسرح يعني. وكنعاودوا كاع داكشي اللي وقع في الحمام واللي كيوقع في الحمام، وسورتو شنو وقع في الحمام في الكونفينمون، يعني منين تسدوا الحمامات. كان سي فغي، ملي كنا كنصوروا ستاند اب كان يعني جاوني في التليفون يعني واحد السيد تواصل معايا على اساس انه يعني كاينين الناس اللي كيهددوني. دونك انا تواصلت مع تهديد، وعندي يعني عندي داكشي مسجل. دونك تواصلت طبعا مع المصالح المختصه، مع الامن الوطني، ومشكورين يعني في وقت وجيز. راني قلتها يعني في لا فيديو اللي صرحت بها، يعني تم القبض عليهم. كاين هما يعني البوليس. لا 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 لا، ولكن لا لا ما معناش الضمين. لا لا، بالعكس كنخلي الامور تمشي، لان كاينه يعني كاين القضاء وكاين كل شيء. دونك اولا ما عنديش مع الطياب. ما عنديش مع الطياب. لا، ما رمضان يعني ما كناكلش بزاف، ولكن كنشتغل فيه يعني. كيجيني رمضان واحد اللحظه اللي عندنا الوقت، دونك كان كاع الحوايج اللي ما كنكونش درتها يعني في الوقيتات الاخرين كنديرها، لان مع ما كناكلوش كيكون عندي الوقت. كنسهر شويه، ماشي بزاف، كنسهر شويه. كندير اليوغا. كندير اليوغا، كنكور روسي، كندير كرة القدم مع الأصدقاء الدراري. شي نهار نديرو شي ماتش. صحابي الدراري ديال الفنانة. واحد المرة راه كنت ما إيوا شتي، وخصنا نديروها. شي نهار خصنا نجتمعو، صافي البنات خصنا شي نهار نجتمعو نديرو فرقة ديال الكرة. يلا. لا 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 لا، نكون نلعب العشرة. عميدة الفريق. الا بغاوني، ندير عميدة الفريق ندير. الله يحفظك، الله يحفظك. فهاد رمضان بغيت نقول للناس كنتمنى لكم الخير، وكنتمنى نتضامنوا فيما بعضياتنا، لانه الكوفيد خلى بزاف ديال يعني بزاف الاعطاب. ومزيان الا شفنا بعضياتنا وتعاوننا. بعض اللحظات راه ماشي بالضروره المعاونه تكون ماديه، راه بعض اللحظات المعاونه كتكون بالعلم ديالنا، بداكشي اللي كنعرفوا، بلو سافوار فير. دونك بالابتسامه
صدقه جاريه هي. دونك هذا الشيء اللي بغيت نقول. وانا منين تخرجت من المعهد يعني درت الاخراج زيو في البحث ديالي، ومن بعد درت مجموعه ديال المسرحيات درت لهم الاخراج، ومن بعد مشيت درست السينما الوثائقيه ودرت اخراج ديال مجموعه ديال الافلام الوثائقيه اللي اخذت جوائز. والدخول ديال الدراما ولا التليفيلم زعما تجربه كتضاف، ولكن يعني ما غريباش عليا. طبعا نتمنى ان الجمهور يروق ليه الفيلم ويعجبه. الافلام الوثائقيه شي حاجه يعني واحد لو جونغ ارتستيك اللي زوين بزاف. ودابا الى لاحظتي مجموعه المهرجانات يعني كاين فيهم الافلام الوثائقيه، يعني السينما الوثائقيه رائعه جدا، وبعض اللحظات يعني كتفوق يعني لا فيكسيون. وما سهلاش بزاف. دونك هذه رحلة فنية أخرى، دونك إضافة أنني كنقرا وكنقري، دونك هذا الجانب هذا مهم حتى هو. الله يحفظك صديقي، وراه توحشك بزاف، ولكن غنتلاقاو في مهرجان مراكش إن شاء الله. إن شاء الله. الله يحفظك، شكرا، تحياتي ليك وتحية الموقع ديالك.